السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة بإذن الله هنشتغل أسئلة الدرس الأول. هنشتغل الأسئلة اللي جنبيها علامة الولد أبو كاس دوت، اللي هي الأسئلة يعني بتتكلم على مستوى فهم عميق. فتعالى كده بروح هناخد أول شكل، فبيقول لك ايه الأشكال البيانية التالية تعبر عن أربع حالات لحركة جسم، فيكون الشكل البياني المعبر عن ايه؟ عن حالة الجسم الذي له يكون اكبر كمية تحرك. طبعا احنا عارفين ان كمية التحرك البي بتساوي الام في الفي، فيبقى الرسم البياني اللي قدامي دوت بيقولك ان علاقة ما بين الدي وما بين التي. العلاقة هنا الميل يدي الفي، فيبقى أكبرهم ميل هو أكبرهم سرعة، وبالتالي هيبقى أكبرهم كمية تحرك لأن الكتلة ثابتة. خلاص، فتعالى نشوف أول واحدة الميل بتاعها يدي إيه. هنا الميل بيجاب 10/4، طبعا 10/4 فيها كام؟ فيها 2.5، يعني أول واحدة الميل بتاعها ب2.5. التانية 10/2، الميل بتاعها ب5، يعني السرعة هنا ب2.5 والسرعة هنا بكام؟ والسرعة هنا ب5 متر كل ثانية. التالتة الميل بتاعها بناخد النقطة دي على النقطة دي، وشرحنا قبل كده في الترم الأولاني طرق إيجاد الميل. 5/5 فيها 10، فيبقى الميل هنا يساوي 10. طب تعالى هنا 20/1، الميل هنا يدي 20، يبقى هي أكبرهم هو آخر شكل اللي هو مين؟ اللي هو دي اكبر كميه تحرك. هنا الميل والميل هنا سالب، وطبعا انت السالب ملهاش دعوه بالقيمه، السالب هنا معناها الايه؟ الاتجاه. طيب تعالى في السؤال اللي بعده. بدات سياره كتلتها 1000 كيلو جرام، الحركه من السكون بعجله منتظمه، يبقى هي بدات بحركه من السكون بعجله منتظمه، فكانت كميه تحركها بعد 2 ثانيه تساوي 4/10 أس 3، فكم تكون كمية تحركها بعد 4 ثانية؟ طبعا انت خدت ان البي بالراحة كده العلاقة اللي تربط البي بالتي، علاقة طردية جاية منين؟ ان اف بتساوي دلتا بي على دلتا تي، تبقى ايه العلاقة اللي تربط البي بالتي؟ علاقة طردية. يعني انت عايز تقول لي في العلاقة ديت ان بي واحد على بي اتنين يساوي تي واحد على تي اتنين، تمام؟ تعالى نعوض كده. البي واحد بكام؟ البي واحد ب4/10 أس 3، لما كان التي واحد بكام؟ كان ب2 ثانية. طيب يبقى بي تو بكام لما يبقى بكام؟ ب4 ثانية، على 2 في 1 على 2 في 2، 2 في 4 ب8، يبقى الناتج النهائي هيطلع 8/10 أس 3، يبقى الإجابة ألف. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي من الرسمه دي اللي انت ممكن تطلعه، اول حاجه نعرف الميل البي على التي، البي على التي يدي ايه؟ البي على التي يدي اف، وبما ان الرسمه دي مرسومه كده فاحنا قلنا ان الميل هنا اشاره ايه؟ اشاره سالب، فهتبقى الرسمه دي هتطلع كده، ادي البي وادي التي وادي الميل، هيطلع هنا سالب اف. ايه معنى بقى سالب اف دوت؟ تعالى كده نشوف الاختياريات، هل ان القوه منعدمه؟ ولا في نفس اتجاه الحركه؟ ولا في عكس اتجاه الحركه؟ ولا عمودي على اتجاه الحركه؟ في عكس اتجاه الايه؟ الحركه. برافو عليك. طيب تعالى نشوف مساله ثانيه الناحيه دي كده. هو بيقول لي ايه في المساله الثانيه؟ بيقول لي تبدا عربيه او عربه كتلتها 420، يبقى الام بتاعتي ب 420 240 اسف 240 ايه؟ كيلو جرام من السكون، يعني الفي اي بتاعتي بصفر. طيب على خط مستقيم افقي بتاثير قوة افقية قدرها، يبقى دي قوة مؤثرة بتساوي كام؟ القوة المؤثرة بتساوي 750 نيوتن. فبلغت سرعتها، طبعا بلغت احنا خدناها الترم الاولاني تبقى دي الفي اف،
يبقى الفي اف بتاعتي بكام؟ الفي اف بتاعتي بخمسة متر لكل ثانية بعد أن قطعت مسافة الدي بتساوي 10 متر، فيكون مقدار قوة الاحتكاك. هو عايز قوة الاحتكاك. طالما قلنا مسألة وفيها قوة الاحتكاك، يبقى على طول حياتك هتروح تطبق أنهي قانون؟ هتطبق القانون اللي بيقول لك إن إم في إيه بتساوي إف المؤثرة ناقص إف احتكاك. فهو عايز هنا إف احتكاك. نجيبها إزاي؟ عوض الإم ب240. طب الإيه؟ أنت ما عندكش الإيه؟ يبقى أنا هضطر أعمل إيه؟ أروح أجيب الإيه من معادلات الحركة. طب أنهي معادلة حركة ممكن تجيب لي الإيه؟ المعادلة الأولى فيها الزمن، يعني اكتبها كده في اف يساوي في اي زائد الاي في التي، فالمعادلة الأولى فيها الزمن ما تنفعش. المعادلة الثانية الدي بتساوي الفي اي في التي زائد نص اي تي تربيع. انا معايا الدي لكن هنا في زمن، فما تنفعش لان هو مش مديني زمن. يبقى انا ما قداميش الا المعادلة الايه؟ المعادلة الثالثة. تعالى كده نكتب المعادلة الثالثة. المعادلة الثالثة بتقول لك ان في اف تربيع تساوي في اي تربيع زائد 2 اي دي. تعالى نعوض كده. الفي اف بخمسة تربيع، الفي اي بصفر، خلاص كده. طب الاثنين هتنزل، ادي الايه اللي انت بتدور عليها والدي ب10. خمسة تربيع ب25 بتساوي 20 اي، تبقى الايه بتساوي 25 على ال20. يبقى هنمسك دي نضربها في 25 على ال20، ده كده العجله بتاعتنا خلاص. طيب تعالى نكمل. طب الاف بتاعتنا بكام المؤثره؟ ب750، ادي اف احتكاك. تعالى نشوف بقى على الاله ده بكام. نجيب الاله كده ونشوف الكلام ده هيدي ايه. فانا عندي 240 مضروبه في 25 على ال20 يساوي طبعا ده 300. هتروح ينطرح منها ناقص 750 يدي سالب 450. يبقى انا عندي سالب اف تساوي سالب 450، السالب بيطير مع السالب، يبقى اف احتكاك ب 450 نيوتن. دي المساله اللي موجوده في 24. طيب تعال نشوف المساله اللي بعديها. بص يا سيدي، المساله اللي بعديها دي، المساله اللي بعديها دي ممكن تحل بطريقتين، بالرياضه وبالمنطق كده. بيقول لك الشك ده بيؤثر عليه زي ما انت شايف كده، ادي قوه وادي قوه، قوتين دول عكس بعض، تبقى القوه المحصله بتاعتهم ازاي؟ تبقى طرحهم. يبقى تعالى نرسم بس المساله دي هنا كده ونفهمها لك بالراحه كده وبالتفصيل. المساله بيقول لي ان انت عندك جسم اهو، الجسم دوت فيه 1 كيلو جرام والجسم التاني 3 كيلو جرام. بيأثر عليك هنا قوة، القوة دي كده 3 نيوتن، وعندك قوة الناحية التانية بتأثر عليك هنا اسمها 5 نيوتن. فأنا عايز إيه؟ هو بيسألني سؤال بيقول لي إيه؟ فتكون القوة المحصلة أو فتكون محصلة القوة المؤثرة على الكتلة الأكبر، يعني هو عايز إف اللي بتأثر على الكتلة دي. إف اللي بتأثر على الكتلة دي بتساوي إم في الإيه. دي بنسميها أجسام متلاصقة. إيه ميزة الأجسام المتلاصقة؟ إن عجلة الجسم الأولاني هتساوي عجلة الجسم الثاني هتساوي القوة المحصلة مقسومة على الكتلة الكلية. فتعالى نجيب أول حاجة عجلة الجسم الأولاني، عشان هي العجلة بتاعتهم واحد، يعني الاثنين دول كده عجلتهم واحد. أجيبها إزاي؟ إن أنا أقسم القوة المحصلة على الكتلة الكلية. فتعالى نشوف الكلام ده بيساوي إيه؟ ام بتاعت الجسم ده ب3، والعجله بتاعتنا بكام؟ بإف الكليه على ام الكليه، ام الكليه مجموع الاثنين يعني 4. اف الكليه دي 5 نيوتن ودي 3 نيوتن وعكس بعض في الاتجاه، يبقى محصلتهم طرحهم زي ما خدنا في الترم الاولاني، يبقى هنا 2. على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الاثنين، فتبقى الاجابه 1.5 نيوتن. 1.5 نيوتن دي بقى هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي أكبر من 2 نيوتن ولا تساوي 2 نيوتن ولا أقل من 2 نيوتن؟ أقل من 2 نيوتن. أنا كده حلفها رياضة، طب تعال نحلها فيزياء. بص يا ابني، محصلة القوة على الجسمين 2 نيوتن، فالطبيعي إن القوة دي بتأثر على جسمين، فالطبيعي إن أكيد الجسم ده هياخد جزء منها مش هياخدها كلها.
طب ما هي كلها باتنين، وده لما ياخد جزء منها يبقى كده هياخد اقل من اتنين. نفس الفكره في السؤال اللي بعده. تعال بص كده السؤال اللي بعده كده بالراحه، هو بيقول لي ايه في السؤال اللي بعده؟ هو يرسم لي جسم، الجسم ده اتنين الكتله، والجسم الثاني كتله واحده. يعني لو كان الجسم ده كيلو جرام يبقى الجسم ده 2 كيلو جرام، وهنا في قوه شد اسمها اف تي، وفي هنا قوه محصله اسمها اف. طالب مني ايه؟ بيقول لي روح هات لي قوه الشد على الحبل. طب بالراحه كده، انا عارف فرضك ان في الاجسام ديت عجله الجسم الاولاني تساوي عجله الجسم الثاني، ادي اول حاجه. انا عايز قوه الشد على الحبل ده. طب هو الحبل ده بيشد كام كتله؟ الحبل ده بيشد الكتله دي بس، يبقى هيساوي الام في الاي. طب نجيب الاي ازاي؟ الام اهي بام. طب والاي هتبقى اف الكليه على ام الكليه، يبقى اف التوتال بكام؟ باف اللي هي دي على ام الكليه، ادي ام وادي ام، يبقى 3 ام. الام بتيجي مع الام يبقى لك اف على الثلاثة. يبقى القوة دي هتاخد، او الجسم ده هياخد ثلث القوة دي، وده شيء منطقي برضك، لانك لو جيت بصيت ده وده دول ثلاثة، والقوة هنا تقسم على كام؟ على ثلاث اجزاء، فالطبيعي ده هياخد ثلثها وده هياخد ثلثينها. طيب تعالى هنا، يبقى الاجابة هنا هتبقى اف على الثلاثة. مسألة بعدها دي مسألة سهلة جدا، بيقول لك ايه؟ شكل بيان المقابل يوضح علاقة بين الوزن وكتلة مجموعة من الأجسام عند وضع كل منهما على كوكبين كيو وبي. فإذا تم نقل جسم يزن، يبقى هو مديني الوزن 650 نيوتن على الكوكب بي إلى الكوكب كيو، فإن طيب أول حاجة لازم أبقى عارف هو مطلوب مني، طالب مني كتلة الجسم. الكتلة بتساوي ايه؟ بتساوي الوزن على العجلة. يبقى انا مطلوب مني ان انا اروح اجيب العجلة. طب تعالى كده، انا عايز تعال حلها هنا كده بالراحة. الوزن بيساوي الام في الجي. طب انا لو جبت الجي اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب الكتلة. هو الوزن على ايه؟ هو مديني ان الوزن على كوكب كيو ب 650. يعني الوزن على كوكب كيو ب 650، يبقى 650 بتساوي الكتلة في العجلة بتاعت كوكب كيو. انا عايز احسب العجلة بتاعت كوكب كيو، اروح ابص للرسم البياني الاقي علاقة بين الدبليو والام. طب ما هو ميل الرسمة يعني دبليو على ام، يعني الميل بيساوي ايه؟ الميل بيساوي الدبليو على الام، يعني الميل بيدي العجلة. فانا هروح لكوكب كيو الاقي دي بكام؟ دي ب 400، ودي بكام؟ ودي ب 80. يبقى هنا العجلة بتساوي ايه؟ الكتلة في 400 على 80، وهنا 650. يبقى الكتلة بتساوي ايه؟ 650 في 80 على 400. تعالى نشوف دي تدي ايه على الآلة. 650 في اهو 80، الكلام ده على 400، الكتلة تدي 130. فهتبقى الإجابة يا إما ألف يا إما ب. طيب أما الإجابة ألف أو ب، بس هنا بيستنى بس كده في السؤال، هو بيقول إيه؟ إن الوزن ده على الكوكب بي مش على الكوكب كيو، يبقى إحنا هنروح نجيب العجلة اللي على كوكب بي. وبص السؤال بيقول لك ايه؟ فاذا تم نقل جسم يزن 650 نيوتن على الكوكب بي، يبقى هو هنا على الكوكب بي، يبقى العجله اللي هتتحسب هنا هتبقى عجله مين؟ عجله الكوكب بي، فهتبقى 400 على ال 40. 400 على 40 فيها كام؟ فيها ال 10. فتبقى دي كده ب 10، يبقى ده يتقسم على 10 يطلع ان ده ب 65. تبقى الاجابه 65، يا اما جيم يا اما دال. طب انا عايز اجيب وزنه على الكوكب كيو. عشان تجيب وزنه على الكوكب كيو، فيبقى الوزن على كيو بيساوي الكتله في عجله كيو. طب الوزن على كوكب كيو الكتله احنا جبناها بكام؟ جبناها ب 65،
وعجله كوكب كيو. عجله كوكب كيو نحسبها زي ما حسبناها قبل كده 400 على ال 80، يبقى 400 على ال 80، الصفر تيجي مع الصفر فتقول ال 40 على ال 8 فيها ال 5، يبقى الاجابه 65 في كام؟ في 5. نمسك 65 نضربها في 5 يطلع لنا الاجابه 325، او 5 في 65 تساوي 325، تبقى الاجابه هنا ايه؟ الاجابه ج. خلاص؟ ده كده كانت الاسئله بتاعه الاختار اللي هي موجوده في كتاب الامتحان. هيبقى كده ناقص الاسئله زيها برضك الكلاميه هنا دول، ان شاء الله الحصه الجايه هنحلهم بالتفصيل، اللي هم المسائل اللي موجود عليها علامه الكاس ديت. وبرضك خد بالك ان دي برضك نفس فكره المساله اللي احنا حليناها من شويه. المساله دي جميله جدا، لو انت عايز تجيب العجله في قانون ممكن يجيب لك العجله مباشره على طول، انك تطرح الكتلتين من بعض وتقسمهم على مجموعهم. يعني هتقول لي ام واحد ناقص ام اتنين على ام واحد زائد ام اتنين مضروب في عجله الجاذبيه، يديك على طول العجله اللي انت عايزها من الجسمين دول. دي كانت نبذه بس كده عن المسائل، واللي عايز ان شاء الله اي مساله او اي حاجه يجي لنا في المدرسه باذن الله. السلام عليكم.